شوارع تنبض بالحياة وزينة تفرح القلوب، تحيي أرجاء مدينة جدة التاريخية خلال شهر رمضان، ويصبح الليل نهاراً في الشوارع بالأنوار الملونة والزينات الباهرة في حي البلد بمدينة جدة السعودية القديمة. الباقة لن تتمثل في زينة شهر رمضان فقط، بل بالأكلات المميزة والشعبية في مدينة جدة القديمة أيضاً، حيث أصبحت منطقة جذب وترفيه لسكانها والسكان من المناطق الأخرى. جدة التاريخية أصلاً مكان جاذب للناس من زمان، فما بالك في رمضان مع الأجواء الرمضانية صارت هذه المنطقة جاذبة للناس سواء من أهل جدة ومن سكان جدة ومن المناطق الثانية عشان يجوا هنا يعيشوا تجربة الأكلات الشعبية والفرق الشعبية وينبسطوا في الأجواء هذه. جدة التاريخية تتحول إلى مركز للنشاط في الشهر المبارك، إذ يتجمع المئات لعزف موسيقى حية وأداء رقصات تقليدية، ويمكن الزوار أيضاً زيارة متاحف المنطقة والمواقع التاريخية في نهار رمضان. زي ما أنت شايف الآن اختلاط الناس ومن كل المناطق ومن كل الأماكن جايين ليعيشوا عبق الماضي والحاضر في ليالي رمضانية، يترددوا بجميع المشروبات والمأكولات اللي موجودة هنا ويلاحظوا إيش كانوا الأجداد عايشين، كيف كانت حياتهم، كيف كان ماضيهم، كيف كان. فاللهم لك الحمد. ومع توالي أيام الشهر الفضيل تزدان جدة بنفحات الشهر الكريم، مقدمة بانوراما أساسها الفرح والسرور بخير شهور العام.